لا هو امر ايجابي اولا، هو استرجعنا الثقه، والثقه كانت من خلال المستوى، من كانت من خلال كذلك النتيجه اللي تحققت. واللي جميل هو انه تم اقحام جوج ديال اللاعبين من البطوله الوطنيه، واحد كينتمي لفريق الرجاء والاخر لفريق الوداد، واللاعبين معا قدم مستوى اللي ربما اكثر من ايجابي، هذا من خلاله على انه يرفع كذلك حتى على مستوى الرؤيه بالنسبه للمدرب، على انه ينفتح مستقبلا من اجل استدعاء اسماء اخرى. وبنظرا ربما الاداء اللي تقدم في هذه المقابله، اعتبر انه كان اداء فرجاوي، اداء اللي جميل. اللي نجحنا فيه هو انه كان واحد التنشيط هجومي اكثر من مميز من طرف اللاعبين المغاربه، صححنا في بعض الاخطاء اللي كانت عندنا سابقا، خصوصا في المقابلتين الاخيرتين ضد المنتخب الغابوني وضد المنتخب الليسوتو، لانه وجدنا صعوبات باش اننا نديروا واحد النشيط هجومي في هذه المقابله. هذه نقدروا نقولوا على انه قوه الاظهره ديال المنتخب للاعب حكيمي، للاعب بن العمري، والاضافه اللي كان كيعطى دائما مع زياده عدديه على مستوى وسط الميدان او على مستوى الشق الهجومي، خلانا على اننا نستغلوا فرص كثيره. تالق كذلك ديال الزلزولي وبن صغير، رغم انه بن صغير اللي لعب في موقع اللي ربما مخالف ولا مختلف عن المواقع اللي كان كيلعب فيها سابقا، لعب وسط ميدان وبالتالي كان عنده شيئا ما تحرر، وهذه هي الاشياء اللي ايجابيه. لهذا اعتبر على انه الاداء بصفه عامه كان ايجابي، المستوى يمكن تحسن مقارنه بالمقابلات الاخيره. نتمنوا على اننا نبقاو غادي بنفس النسق، بنفس العزيمه وبنفس الاراده، ونتمنوا على انه يكون تاكيد في المقابله المقبله، رغم انه بزاف ديال الناس غيقول انه الخصم ماشي بديك القوه اللي غنقدر يخلق لنا مشاكل، ولكن اعتبروها فرصه، لانه في مثل هذه المقابلات كتخليك تصحح عده اشياء، كتخليك على انك تطور من المستوى والعمل الجماعي ديالك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.